أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الساعة. لطالما اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها المفرطة في حكم العالم لتمرير ما شاءت وقت ما شاءت، ربما بدءا بالتهديد تارة وليس انتهاء بالعمليات العسكرية تارات أخرى. أما مع قضية فلسطين فارتأى من يقف وراء تمثال حريتها اليوم أن السياسة المالية في التعامل مع أعمق القضايا تعقيدا لابد وأن تأتي بأفضل النتائج ترتيبا. تهديد بمنع المال عن السلطة كان رده واضحا من قبل القيادة بالرفض، فالأوطان لا تقايض بالمال لتستغل الإدارة الأمريكية قواعدها في المنطقة بل ومسيطرة عليها ومصدرة إياها للمشهد من المدخل الإنساني دخولا باستخدام المال أيضا، نفس الفكرة بجهد ومال أقل. أما إسرائيل فهي التي تبدو الأكثر ارتياحا لما فعله الانقسام بجسم الوطن، ولا تجد حضورا لجغرافيته في دعايتها إلا للانتخابات السيء منها، يتدحرج نحو الحرب ولا تروي دماء الفلسطينيين فيها عطش المتطرفين في دولته المحتلة. هذه العناوين وغيرها سنطرحها للنقاش على ضيوف هذه الحلقة. الدكتور مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك دكتور. كذلك الدكتور هشام أبو هاشم المختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك دكتور أيضا. وعبر السكايب من مدينة دوزل دروف الدكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق الإعلامي باسم الحركة في أوروبا. ابقوا معنا بعد الفاصل. يتواصل التحريض الإسرائيلي الممنهج والخطير بشن هجوم قاتل ومؤلم جدا على قطاع غزة، تهديدات انسجمت في تصريحات الخطابات الدعائية الانتخابية لكل من نتنياهو وليبرمان، متخذين القطاع والحدود الشمالية جسرا لإرضاء المجتمع الإسرائيلي والمستوطنين بعد سلسلة من الفضائح والاتهامات بتلقي الرشاوي ستجعل من الانتخابات الإسرائيلية حلبة مصارعة. وفي ظل غياب الرقابة الحقوقية الدولية والرعاية الأمريكية ستكون غزة بوصلة جنرالات آلة الحرب لمزيد من العدوان والتدمير والقتل والحصار والابتزاز أيضا، بفرض معادلة المال والمنح مقابل الهدوء في المناطق الشرقية للقطاع، خطة تسوق معها المتنفذون في القطاع بتطبيق هذه الأجندة وتسهيل تحركات الوفود التي تحمل حقائب لفتات أخضر. مقايضة نأى الرئيس محمود عباس بنفسه وبتاريخ نضاله وشعبه وبنهج الياسر برفض المساومة أو التنازل عن أي من المقدرات والثوابت الوطنية أو التسوق مع الإدارة الأمريكية وانحيازها للاحتلال بمحاولات تمرير صفقة القرن ضمن سياسة قمعية اتبعتها تجاه القضية الفلسطينية، ليس بدءا من إعلان القدس عاصمة للاحتلال ولا انتهاءا بوقف المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ولوكالة USAID ومشافي القدس في انتهاك وتجاوز للقرارات الدولية. رغم ذلك نجح الرئيس محمود عباس وهو الذي يواجه أعتى الضغوطات والابتزازات بانتزاع استحقاقات ونجاحات تاريخية في المحافل الدولية، وليس آخرها توليه قيادة مجموعة 77 زائد الصين، ما يؤكد أن الرسالة الفلسطينية باقية ومتمددة بإرادة سياسية شعبية وقيادة حكيمة بنهج وطني وحدوي. أرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة مرة أخرى، وأنتقل مباشرة عبر السكايب إلى الدكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الناطق الإعلامي باسم الحركة في أوروبا. دكتور جمال، لماذا هذه الهجمة المسعورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة الفلسطينية وعلى السلطة؟ هل هو التسابق مع الزمن الذي يتلاقى فيه رأس التطرف ربما في الولايات المتحدة وفي إسرائيل؟ ارتهان القرار الأمريكي بالأجندة الإسرائيلية ليست بالظاهرة الجديدة،
ولكن تصاعد لكن تصاعد وتيرة الاستعداء الأمريكي للمصالح الفلسطينية ملفت، منذ أن أغلقت إدارة ترامب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وليس لفلسطين، وجمدت موازنتها في الأونروا، إلى أن قطعت موازنتها بشكل كامل لأي أعمال تخص دولة فلسطين أو مشاريع تخص دولة فلسطين أو حتى تمويل الأمن الفلسطيني، مساعدة الأمن الفلسطيني، توقف ذلك الآن. السبب في ذلك هو أن إسرائيل تحفز الولايات المتحدة على شطب فكرة الدولة الفلسطينية عن برنامج العمل. هدف إسرائيل هو استبعاد قيام دولة فلسطينية مستقلة، والعالم كأمريكا وإسرائيل يعي ويدرك أن الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية هم عنوان وضمانة إمكانية تحقيق دولة فلسطينية، ولذلك فإن هذا الضرب تحت الحزام من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل يهدف أساساً إلى تعطيل وهدم إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. طيب دعنا نشرك الاستوديو معنا الدكتور هشام أبو هاشم المختص بالشأن الإسرائيلي. دكتور، تهديد إسرائيلي كان شديد اللهجة قبل يومين من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو للمقاومة الفلسطينية في غزة، توعد بالرد القاسي، ثم لم يستبعد أيضا الجبهة الشمالية من خلال الحديث عن من يمثل إيران في المنطقة، عن حزب الله وعن الجولان. يعني بداية نتنياهو يحاول أن يعيق أي عمل سياسي في المنطقة. نتنياهو يريد أن يثبت حال نفسه على الساحة السياسية الإسرائيلية، وأن يريد أن يقوم بعملية اللي هو تهديد الأمن المنطقة الشمالية أو الشمال والجنوب، ومن ثم لكي يحصل على عدد كثير من اللي هو المقاعد في الكنيست. بالتالي نتنياهو بعد استقالة اللي هو ليبرمان من وزارة الدفاع واستلم وزارة الدفاع الإسرائيلية، لاحظنا انه قام بعملية درع الشمال، وهي طبعا اللي هو باكتشاف انفاق لحزب الله، وايضا يقوم بين الفينة والاخرى باللي هو قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة، وايضا قصف بعض المواقع في قلب قطاع غزة. هاي طبعا يعني نتنياهو او عقيدة اسرائيل الامنية التي تحكم السياسة الامنية الاسرائيلية او السياسة الاسرائيلية بشكل عام، هي المحافظة على امن اسرائيل بالدرجة الاولى، ومن ثم المحافظة على الواقع السياسي الذي تعيشه اسرائيل بعدم اللي هو اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا، وايضا اللي هو عدم اللي هو تمكن المقاومة الفلسطينية سواء او اللبنانية من اللي هو القيام بأعمالها. بالتالي يعني إسرائيل تحاول منذ فترة لي أذرع اللي هو إيران بمعنى حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي، ومن هان بدأت إسرائيل بضرب اللي هو أذرع حزب الله والجهاد الإسلامي وحركة حماس لكي لا تتمكن إيران من اللي هو نفوذها داخل اللي هو اقترابها من إسرائيل. لكن الوضع بسوريا السياسي بسوريا والثورة داخل اللي هو سوريا هي من جلبت إيران داخل اللي هو الأراضي السورية، وأيضا إسرائيل يعني خلينا أقول لك تقريبا كل يوم تقصف بعض المواقع داخل الأراضي السورية، يعني لحتى الأمس قام مندوب سوريا في الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بشكل علني من موقع أممي بأنه إذا حاولت إسرائيل ضرب اللي هو سوريا فسوف تقوم سوريا بالرد عليها في مطار بن غوريون. هاي طبعا تهديد يعني من نوعه، هذا ممكن أن يرجع له السياسة الإسرائيلية أو يرجع السياسة الإسرائيلية في ضرب اللي هو سوريا. دكتور مازن صافي، المشهد السياسي الآن خاصة فيما يتعلق بغزة وما يدار لتمرير مشروع صفقة القرن يختزل الآن في غزة وما يدور فيها ومن يتنفذ في غزة، دعما ربما مال يمرر من خلال المشهد الإنساني لقطاع غزة من أجل تمرير هذه الصفقة. يعني بداية الوضع في غزة هو وضع بالفعل اقتصادي كارثي، الوضع السياسي أيضا هو وضع لا يمكن التغاضي عنه. نحن عندما نتحدث عن غزة نتحدث عن الكثير من الضغوطات والكثير من المؤتمرات التي يراد بها
انتشال الوضع الاقتصادي في غزة من خلال عدة عوامل ومن خلال عدة أمور دخلت عليها الإدارة الأمريكية من خلال مؤتمر سمي إغاثة غزة. هذا المؤتمر الذي اعتبر هو تصفية للقضية الفلسطينية وأيضا عملية انفصال غزة عن واقعها الجغرافي الفلسطيني. هذا الأمر اعتبر أن مقايضة المال من أي جهة كانت مقابل انتزاع مواقف سياسية من غزة هو أمر مرفوض تماما. بالتالي عندما نتحدث عن المال الذي يأتي إلى غزة أو الذي يأتي إلى الفلسطينيين، نحن ومنذ سنوات طويلة ومنذ أيضا قيام السلطة الوطنية الفلسطينية نعتبر هذه الأموال هي جزء من دعم الصمود الفلسطيني وتنمية المشاريع الفلسطينية، وهو واجب عربي قررته جامعة الدول العربية وواجب أيضا إسلامي وأيضا مسؤوليات دولية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا وارد في الكثير من البروتوكولات ومن الاتفاقات الدولية. لكن عندما نتحدث عما يحدث الآن نتحدث عن واقع مختلف، نتحدث عن واقع انقسام في غزة ربما يصل إلى درجة الانفصال الجغرافي. هذا هو ما يهدد القضية الفلسطينية وما يهدد مشروعنا الوطني. ولذلك القيادة الفلسطينية عندما تركز على عدم التدخل في الشؤون الفلسطينية وأهمية دعم جهود المصالحة وإقرار الوحدة الفلسطينية وأن يكون هناك مؤسسات موحدة، ليس هو مقصود به عزل غزة عن 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 واقعنا الاقتصادي أو واقعنا السياسي أو الاجتماعي، بل هو دمج غزة في واقع فلسطيني. هذا الواقع الفلسطيني الذي تهدده الإجراءات الأمريكية المتلاحقة والقرارات التي حدثت لها إدانة أيضا دولية. وبالتالي نحن هنا نقول أن غزة تحتاج إلى كثير بالفعل، الكثير من الدعم، إلى الكثير من المواقف. ولكن طيب دكتور، دعني أنتقل إلى الدكتور جمال نزال مرة أخرى. دكتور جمال، جوهر الصراع الذي تسوق له إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلاله حرف البوصلة عن القدس وعن القضايا الثابتة فلسطينيا إلى حد ما باتجاه غزة، مع عدم التقليل من أهمية غزة في الدولة الفلسطينية الكاملة، ولكن تذهب باتجاه الوضع الإنساني وإنقاذ حياة ما يقرب من 2 مليون إنسان في غزة من هذا المدخل. دكتور، أعتقد هذا سؤال هام جدا جدا، وهي ملاحظة في محلها. إسرائيل والولايات المتحدة تريد الاستفراد بالقدس. الهبرة التي تسعى لها إسرائيل هي في القدس وليست في غزة. توسيع مساحة الصيد في غزة أو تضييق تقليص مساحة الصيد في غزة ليست قضية بالنسبة لإسرائيل. كل ما يحيط بغزة من قضايا لا يشكل ملف أمني حقيقي بالنسبة لإسرائيل. كما أشرت بسؤالك المحق، إسرائيل تحاول إغراقنا في تفاصيل تبعدنا في الجوهر والممارسة والفكرة لا قدر الله عن الساحة الرئيسية للصراع، وهي في القدس. ما تريد إسرائيل هو تهويد القدس، ويستقرأ ذلك مع هذه الإدارة الأمريكية بالتحديد منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لدولة لما يسمى دولة إسرائيل. إسرائيل إذ تحاول إشغالنا في مسائل تخص غزة، وهذا طبعا يعني ليس أقل من واجب لدولة فلسطين، فإنها في الواقع كما قلت أنت هي تحاول أن تستفرد بالقدس وتنشئ ستار من الدخان على ما تفعل. والآن أين وصلت حماس؟ أين وصلت حماس وهي تستأذن إسرائيل في إدخال المال الذي يوزع كمعاشات على أفراد ونشطاء ومؤيدي حماس بما فيهم أفراد القسام؟ أين وصلت حماس وهي تعترف بأن لإسرائيل الحق في أن تدخل لها الأموال أو لا؟ نحن وصلنا إلى مرحلة أن إسرائيل باتت شريكا في تمويل حركة حماس. وإلا إذا أقفلت إسرائيل باب الخزانة بمفتاح تملكه هي للأسف، فماذا ستفعل حماس؟ إلى هذا المربع وصلت حركة حماس. وإذا قررت حماس أن تفرج على الشعب الفلسطيني في غزة فإنها بمستطاعها. عندما تسلم حماس المفاتيح لحكومة الوفاق الوطني التي استشيرت حماس في تشكيلها وتركيبها، فإن مفاتيح الفرج
ستكون على يد حكومة الوفاق الوطني، ذلك بموجب اتفاقات المصالحة التي وقعت ولكن حماس رفضت توقيعها. نعم سؤالك على حق في أن إسرائيل تشغلنا في مسائل بعيدة في الواقع عن الساحة الرئيسية، ولكن دكتور إلى حد ما من يعبث بالساحة الفلسطينية هو من يملك القرار في إطالة عمر هذا الانقسام. بدنا نتحدث عن انفصال أو شبه دولة في قطاع غزة باستخدام مال سياسي، وإن كان القرار أمريكيا في استخدام هذا المال. كما تعرف الولايات المتحدة وقطر على تنسيق مستمر في المسائل كلها، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تصور حماس مؤخرا في مجلس في الأمم المتحدة، أرادت الولايات المتحدة أن تصدر قرارا من الأمم المتحدة يدين حماس بتهمة الإرهاب، ومن الذي تصدى إلى ذلك؟ الرئيس أبو مازن تصدى لذلك وأفشله بنجاح. عندما تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لدولة قطر بأن ترسل أموالا لحركة حماس فهذه علامة استفهام، هذه علامة الاستفهام الأولى. أما عندما تقوم إسرائيل بالسماح بإدخال هذه الأموال إلى حماس مباشرة مقابل كشوفات بأسماء نشطاء حماس الذين سيتلقون هذه الأموال ومقابل بصمات ترفق مع هذه الكشوف، فإن هذا يضيف علامة الاستفهام الأخرى على من له مصلحة في تمويل وإدامة وإبقاء الانقسام. أليس من باب أولى أن تتصل حركة حماس بالرئيس أبو مازن وتقول له نحن نسلمك الحكم في غزة، قم بصلاحية حكومتك وأنت المسؤول وأنت المشرف إلى أن نصل إلى انتخابات تعيد الأوراق وتعيد القرار للشعب الفلسطيني من الأساس كما يستوجب ذلك أصلا. هنا وفي جانب الانتخابات هناك إعلان عن توجه لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة في الأسابيع القادمة. إذن هناك نية واضحة من القيادة ومن السلطة بأن تكون غزة ضمن حدود الدولة الفلسطينية، وغير مقبول أن تكون منفصلة. برأيك ما المتوقع من حركة حماس في قطاع غزة ردا على هذه الزيارة؟ يعني المكتوب يقرأ من عنوانه، احنا شكلنا حكومة وفاق وطني مع حركة حماس على أساس أن تكون هذه حكومة وفاق وطني تعمل على الاستعداد للانتخابات وتستلم الحكم في غزة، وليس فقط الصلاحيات وإنما الحكم، أن تستلم حكومة الوفاق الوطني الحكم كاملا في غزة، ثم يصار هكذا كان مفترض إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس. أما وأن حركة حماس فجرت موكب رئيس الوزراء ورفض ومدير المخابرات رافضة أن تسلم الحكم في غزة، مصرة على أن تمارس هي صلاحيات الحكومة في غزة، وبعد أن اعتدت مؤخرا على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ورفضت السماح بإقامة مهرجان لحركة فتح لإحياء ذكرى الانطلاقة، فإن هذه إشارات قاطعة إلى أن المصالحة بالنسبة لحماس من الماضي، وهذا ليس سرا. ماذا أتوقع بموقف حماس من الانتخابات؟ حماس لا تريد الانتخابات لأنها تحضر الانتخابات البلدية والنقابية والطلابية في غزة، ذلك نابع من حكم فكر الإخوان المسلمين الذي تشكل حماس أداته الفلسطينية، وهذا تيار لا يؤمن بالانتخابات ولا يؤمن بتداول السلطة ولا بتعدد السلطة. ومع ذلك مع هذه التجربة المريرة والقراءة السوداوية أرسل الرئيس الفلسطيني إلى حركة حماس رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر ليتحدث إلى مكونات الشعب الفلسطيني في غزة، لأن الرئيس أبو مازن يريد إعطاء حق اختيار الممثلين ديمقراطيا لكافة أفراد الشعب الفلسطيني القادرين على الإدلاء بصوتهم، وهذا يشمل شعبنا في غزة ويشمل مكونات الساحة السياسية الفلسطينية بما فيها حماس. فلتنتهز حماس هذه الفرصة وتأتي للانتخابات، ولكنها لن تأتي لأنها تعرف أن رصيدها فقيرا في الحكم وأداءها ضعيفا في مواجهة الاحتلال والتخفيف من أزمات الشعب الفلسطيني. غزة هي الآن تعيش في بؤس لا مثيل له في العالم بعد أكثر من 10 سنوات من حكم الإخوان المسلمين. طيب أعود إلى الاستوديو الدكتور هشام أبو هاشم فيما يتعلق بهذا الهدوء المطلوب من غزة حسب ما تريد إسرائيل من أجل إدخال المال.
نشهد بعض الاختراقات لهذا الهدوء، كان هناك تصعيد في اليومين الماضيين، ثم كان هناك تهديد شديد اللهجة إلى حد ما من رئيس الحكومة. هل يأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية أم أنه بالفعل قد يجر المنطقة إلى أكثر من ذلك؟ يعني الساحة الإسرائيلية، السياسية الإسرائيلية حاليا تشهد انشقاقات، تشهد اندماجات ما بين الأحزاب الإسرائيلية، تشهد معارضة شديدة على سياسة الحكومة بخصوص طبعا تعاملها مع قطاع غزة. أيضا التهديد الذي حصل قبل يومين هو طبعا حصل قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل شهرين. هذه طبعا عادة إسرائيل أن تحافظ على الوضع كما هو في حالة اللي هو لا سلم ولا حرب، تمام، وبالتالي لتمرير فترة اللي هو الانتخابات الإسرائيلية الحالية. الآن نتنياهو يمر بأزمة سياسية كبيرة جدا، بمعنى نتنياهو قضية الفساد تلاحقه اللي هي قضية اللي هو 4000، المعارضة الشديدة داخل الأحزاب السياسية على توجهات نتنياهو وتعامله مع قطاع غزة، أيضا موضوع اللي هو الجنود داخل الإسرائيليين المفقودين طبعا في غزة، المختطفين في غزة، كثير طبعا من هاي الأمور يتعامل بها، بالإضافة إلى تهديد طبعا سوريا وإيران وحزب الله في الشمال، هاي طبعا يتعامل بها نتنياهو. الآن نتنياهو يحاول بين الفئة والأخرى المحافظة على مقاعده في داخل الانتخابات، يحافظ على حزبه ليرأس رئاسة الحكومة للفترة الخامسة، يحاول أن يحافظ على سياسة اللي هو الهدوء في داخل قطاع غزة لتمرير هذه الانتخابات. بمعنى أنه نتنياهو في الفترة الحالية وحكومة نتنياهو بالأمس صادقت على تحويل اللي هو المال القطري لقطاع غزة. طبعا هناك في معارض شديد من قبل مستوطني غلاف غزة على هذا القرار، لكن لم تحول لحتى هذه اللحظة هذا المال. وصل السفير العبادي إلى قطاع غزة بالأمس، وأيضا لم تصل الأموال كما كانت بالسابق المرتين السابقات. ما يعني إصدار هذا القرار حتى وإن لم يحول المال؟ هناك إفراج عن هذا المال، هو تهدئة الوضع في داخل قطاع غزة بأنه المال سوف يأتي لقطاع غزة، لكن متى سيأتي يعني احتمال هو حسب التقارير. ماذا بشأن المعارضة الإسرائيلية التي تتهمه بأنه يستثمره في الانتخابات لصالحه؟ طبعا ليبرمان وغينيت وكثير من المعارضين الإسرائيليين لنتنياهو اتهموه طبعا بممول الإرهاب بقطاع غزة، وهو طبعا هذه سياسته سياسة فاشلة ولن يحظى طبعا باللي هو برئاسة مجلس اللي هو الوزراء الإسرائيلي. بمعنى انه يعني إسرائيل في هذه الفترة تحافظ على حالة الهدوء بشكل نسبي، بمعنى انه اذا كان هناك حدث امني كبير يحدث احتمال تنجر الامور لحرب وعدوان على قطاع غزة، لكن انا باعتقادي انه حركة حماس هي محافظة على نسبيا على الهدوء، ايضا اسرائيل تحاول من جهتها المحافظة على الهدوء، بالاضافة الى لغة التهديد التي اصدره من نتنياهو وبعض الوزراء الاخرين بالنسبة لقطاع غزة، بمعنى انه اذا حماس او اي فصيل فلسطيني حاول أن يصعد أكثر على إسرائيل سوف تقوم طبعا بعملية الاغتيالات، وهي طبعا ممكن أن تجر المنطقة لدوار. إذن حتى اللحظة تعتقد بأن هذه التصريحات تأتي في إطار الدعاية الانتخابية واستثمارها للمصلحة الشخصية كي ينتقل مرة أخرى للحكم من جديد، وربما بسبب هذه الاختراقات إن وقعت سيتدحرج الأمر إلى حرب أو ما شابه. دعونا نتابع هذا الحوار أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ابقوا معنا. وسأقولها مدوية، القدس وفلسطين ليست للبيع أو المساومة، وأجدد موقفنا الثابت بأن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون قطاع غزة، ونرفض رفضا قاطعا الدولة ذات الحدود المؤقتة، أظن تذكرونها. وأقول بصراحة الآن، والآن وقت الصراحة، عندما عرضت علينا رفضناها، وعندما سمعتها حماس قبلت بها، نعم قبلوا بها. ما يطبق الآن هو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
أهلا بكم مرة أخرى، عودوا لهذا الحوار في حديث الساعة، وعودوا للدكتور مازن صافي. دكتور، قال موقع ولا الإخباري الإسرائيلي أن قطاع غزة لا يمكن أن يبقى ساكنا أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وإسرائيل ستتأثر بكل تفاقم لأزمة في غزة، وعليه يجب رسم قواعد جديدة للسياسة بعيدا عن المال المستمر لصناعة هذا الهدوء. يعني إسرائيل تعمل وكل من يعمل مع إسرائيل من أجل أمن إسرائيل أولا وأخيرا، كل ما يحدث من تحريك لأوراق ساخنة في المنطقة هو أيضا يصب في المصلحة الإسرائيلية. الدور الأمريكي واضح في هذا الاتجاه. قطاع غزة من المناطق التي تعتبر مناطق متوترة وساخنة، وأيضا إسرائيل تعتبرها من الدرع الجنوبي الذي يجب أن يتم تهدئته أو حتى سحقه أو العدوان عليه من وقت إلى آخر. بالتالي إسرائيل تعلم أن ما يدخل إلى قطاع غزة وهي تعتبره من ضمن عدم تفجير الوضع اقتصاديا أو إنسانيا، وفق أيضا ما تحدث عنه رئيس الموساد السابق وأيضا الكثير من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهم يعتبرون أن غزة لاحقا لن تبقى على حالة الهدوء وإن تم ضخ الأموال إليها. بالتالي الحل الفلسطيني والذي تمثل في موقف القيادة الفلسطينية أولا وقبل عدة شهور من الحديث عن تهدية مقابل تهدية أو مال مقابل تهدية أو هدنة أو ما ذلك، كان يصب في أهمية أن يكون هناك مرجعية وقرار سياسي وأن يكون هناك حل سياسي شمولي، هو باختصار شديد إنهاء الاحتلال، إنهاء الحصار على غزة، وبذلك تنتهي كافة أزمات قطاع غزة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن دكتور، هل تعتقد بأن هناك تمرير لفكرة أن استمرار الهدوء لن يكون مرتبطا باستمرارية دفع المال على الدوام؟ العدوان الإسرائيلي المستمر إعادة الإعمار في غزة وأيضا المشاكل المتفاقمة في قطاع غزة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي لا يمكن أن تحل من خلال 15 أو 20 أو 30 مليون دولار يدخلون شهريا إلى غزة ولا يؤثرون في الاقتصاد حقيقة في قطاع غزة، وبالتالي لا يحركون شيئا. المطلوب في غزة هو حل سياسي، هو عدم أيضا انفصال سياسي في غزة. باعتقادي أن الحل الأمثل والعنوان الأمثل هو القيادة الفلسطينية لما تملك من أوراق دولية ومن أيضا ومن تطابق في الرؤى من خلال النهج ومن خلال البرنامج السياسي مع المجتمع الدولي، وبالتالي الاستفراد في غزة لا يمكن أن يطول كثيرا في حال تم إعلان مواجهة موحدة لهذه التحديات، هذه التحديات التي تفرضها طبيعة المنطقة، طبيعة أيضا المجتمع الإسرائيلي المتطرف، طبيعة حكومة نتنياهو التي تعتبر قطاع غزة هي نموذجا للدعاية الانتخابية سواء الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية، وبالتالي هي تعتبر أن الدماء الفلسطينية هي مجلبة للصوت الإسرائيلي وهم يتنفسون على ذلك، بل أن بينت يهدد أن غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية ستعود إلى العصر الحجري. نعم. طيب إذن دكتور، أمام هذا النموذج للدعاية نحو اختزال الصراع وإنهائه في مشروع دولة في غزة، أنتقل بالسؤال إلى الدكتور جمال نزال مرة أخرى. دكتور، أمام هذا المشهد المرسوم الآن، الاختراقات الأمريكية في الإقليم تستثمرها الولايات المتحدة، الاختراقات الإسرائيلية كما تدعي من خلال فتح العلاقات مع أكثر من دولة تحاول أيضا استغلالها بما يخدم المصلحة الأمريكية الإسرائيلية بإنهاء حل الدولتين والاعتماد فقط على فكرة يهودية الدولة وإنهاء القضية الفلسطينية في مشروع دولة مختزلة في غزة. أي نعم، الولايات المتحدة وإسرائيل يدا بيد عازمان كل منهما على إنهاء مسألة الدولة الفلسطينية. وعندما يقول ترامب أنني أزحت القدس عن طاولة المفاوضات، فماذا سيبقى على طاولة المفاوضات؟ هم معنيون، وأقصد الأمريكان والإسرائيليون، بشطب منظمة التحرير الفلسطينية واستبعاد رئيس دولة فلسطين وحركة فتح كتيار وطني يريد أن ينشئ دولة مستقلة في هذه الديار.
هذا هو الذي لا تريده إسرائيل وحماس. وماذا تريد إسرائيل وحماس؟ عفوا إسرائيل وأمريكا. وماذا تريد تريد حماس نفسه؟ حماس تريد دويلة في غزة خاصة بها تستبعد وتحرم فكرة الانتخابات واقعا وممارسة. والسؤال هو في ظل وجود حماس في غزة وسعيها الملحوظ إلى تأبيد حكمها في غزة، من أين ستنطلق من هناك وهي في هذه الحالة من التبعية ماليا وسياسيا وأمنيا لإسرائيل؟ كيف ومن أين ستنطلق حماس إلى تحقيق أهدافها المزعومة في تحرير فلسطين؟ التاريخ لا يرحم. وإذاك لا بد لي أن أستحضر تصريحا لمن لرئيس المجلس التشريعي السابق لحركة حماس عندما قال في عام 2006 مستهترا بالسلطة الوطنية إزاء عجز السلطة الوطنية في حينه عن دفع رواتب الموظفين، قال عزيز دويك: أية سلطة هذه التي لا تستطيع تأمين رواتب موظفيها لستة شهور أخرى قادمة؟ والآن بعد 11 عاما من حكم حماس الظلامي في غزة لا تستطيع تأمين ما يزيد عن 40% ليس من معاشات موظفي دولة فلسطين ككل، وإنما من معاشات نشطائها أنفسهم، إلا بالتعاون والرضوخ مع إسرائيل والشروط الإسرائيلية. وفي السابق ونحن نقول أن التاريخ لا يرحم، كانوا يقولون، أقصد حماس والإخوان المسلمين، أن السلطة الوطنية بتلقيها الأموال والمساعدات من الولايات المتحدة إنما هذا مال سياسي مقابل تنازلات. هذه جوهر الدعاية الحمسونجية. والآن طلبت السلطة الوطنية إزاء الابتزازات الإسرائيلية والأمريكية، أرسلت السلطة إلى أمريكا: نحن لسنا بحاجة مساعداتكم، تصبحون بخير. هذا هو القرار الوطني المستقل. إحنا بفتح بزعامة أبو مازن عندنا مسألتين مقدسة، الأولى هي القدس والثانية هي القرار الوطني المستقل. لا أحد يستطيع التلاعب بقرارنا، يمكن أن يفعلوا بنا ما يشاء، ولكن لا يستطيعوا الحصول على توقيعنا على تنازلات مذلة. ومن ذلك أننا نقول لهم: لا بدنا إياكم ولا بدنا مساعداتكم، طالما هي مساعداتكم مرتبطة بأن نتنازل عن القدس وعن حق العودة وعن الثوابت الوطنية. في المقابل فلتتلقى حماس من حقائب الأموال عن طريق إسرائيل ما شيء لها أن تتلقى، ولكنها لن تحرز للشعب الفلسطيني من خلال ذلك شيئا سوى فترة صغيرة من الهدوء يحتاجها نتنياهو من أجل الفوز في دورة انتخابية قادمة. ولكن دكتور، غزة الآن تستثمر إنسانيا من هذا المدخل، لكن الاعتراف دوليا بفلسطين يأتي من خلال القيادة الفلسطينية الشرعية ومن خلال السلطة التي تحقق رغم هذه الضغوطات الأمريكية هذا القبول في العالم وتحقق الإنجازات السياسية والدبلوماسية، آخرها مجموعة 77 زائد الصين وما كان قبلها وما سيأتي بعدها من عمل فلسطيني. فلسطين موجودة من خلال الشرعية وليست من خلال اختزال دولة في غزة. وعندما يقول ناقصو الشرف الوطني أن الرئيس أبو مازن لا يمثلهم، إنما يستهترون بالقيمة الكبرى لوجود رئيس دولة فلسطين رئيسا للرؤساء، رئيسا ل 77 دولة تلتئم في الولايات المتحدة وليس في مكان آخر من قبيل المفارقة. عندما يقول ناقص الشرف الوطني أن هذا الرئيس المنتخب من الشعب الفلسطيني الذي يجلس رئيسا ل 77 دولة في العالم لا يمثلهم، فليقروا بحقيقة أنهم لا يشعرون هم أنفسهم بالانتماء لهذه الأرض ولهذا الشعب ولهذا التعاقب مع الشعب. من الذي يمثلنا إذن إذا لم يكن العالم يعترف بأن ثمة متحدثا باسم الشعب الفلسطيني انتخب من قبل الشعب الفلسطيني وهو أبو مازن؟ أي شرف يكمن في لسان وجسد من يقول بأن الرئيس المنتخب لا يمثله، بينما العالم والشعب يعرف ويعي ويقر ويتعامل مع القيادة الفلسطينية على أساس أنها تمثل مصالح الشعب الفلسطيني؟ وأنت كيف تصبح ممثلا شرعيا لمصالح الشعب عندما تلتزم بواجبك حيث ينتقص حقك؟ وأبو مازن ملتزم بواجبه في غزة حيث انتقص حقه فيها على وجه التحديد. كيف؟ من الذي يجمع الضرائب في غزة؟ حماس. من الذي يستغل الشعب في غزة؟ حركة حماس.
من الذي يجني الأموال على ظهر الشعب الفلسطيني على قضية غزة بالتحديد؟ حركة حماس. ومن الذي يمول في غزة بدون مقابل؟ هو الرئيس أبو مازن. هل يستوي الثرى والثريا؟ بالنظر لا. وفي النهاية من الذي أتى بمن يقود ويحكم؟ أليس الشعب؟ أليس الشارع؟ لماذا لا نعود إلى الشارع مرة أخرى كما طالب الرئيس أكثر من مرة بأن تكون الانتخابات وصندوق الاقتراع هو الفيصل؟ يعني لم يحدث في العالم أن كلب على رئيس ثم طلب هو أن يعود القرار إلى الشعب. وأنت ترى الرئيس أبو مازن يعني شو نقصه؟ ما هو الرئيس. ليش أبو مازن بده انتخابات؟ مش عشان نفسه، ما هو رئيس. مش الرئيس بيكون يحكم ومنتخب وفي وضع جيد وشرعي معترف به دوليا. ماذا يكثر الرئيس أبو مازن مدعوما من حركة فتح ومنظمة التحرير الحديث عن الانتخابات؟ شو بده أبو مازن الانتخابات؟ بالنسبة لنا الانتخابات قضية حق مش حقنا. ومن يضمن لنا الفوز كفتح؟ لا أحد يضمن لحركة فتح أن تفوز، ولا يضمن لأحد أن يفوز. ولكن الذي يريده أبو مازن وتريده فتح هو أن يعود الحق لصاحب الحق في أن ينتخب ممثليه بطريقة ديمقراطية وشرعية. من حق الشعب أن يفرز ممثليه في انتخابات ديمقراطية. ومن الذي يقف حجر عثرة كأود في هذا الطريق؟ حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يرفضون أن ينتخب الشعب الفلسطيني ممثليه بشكل ديمقراطي. لماذا؟ لأنهم ضد الحرية ولا يستطيعون التعايش مع فرصة أن يقول الشعب الفلسطيني كلمته. شكرا لك دكتور جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الإعلامي باسم الحركة في أوروبا، كنت معنا عبر السكايب من مدينة دوزلدروف. شكرا لك على هذه المشاركة. أعود إلى ضيفي في الاستوديو، وإليك دكتور هشام أبو هاشم، حول ما صرح به أيضا نتنياهو في الكلمة التهديدية لغزة عندما قال بأن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات. ما السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظر نتنياهو؟ يعني أمام نتنياهو خيارين، إما المحافظة على الهدوء بعد فترة الانتخابات الإسرائيلية، أو المواجهة مع قطاع غزة. والهدوء بشكل تام أفضل لنتنياهو من اللي هو المواجهة اللي سوف تقلب الأمور رأسا على عقب، سواء كان داخل قطاع غزة أو داخل السياسة، الساحة السياسية الإسرائيلية. بالتالي يعني إسرائيل تحاول من خلال تمرير الأموال القطرية إلى قطاع غزة التعامل مع الملف كملف إنساني وليس موضوع سياسي. وهذا كما ذكره أخونا الدكتور جمال نزال، بأنه إسرائيل تحاول هي والولايات المتحدة الأمريكية بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن المشروع الوطني الفلسطيني. ومن هان طبعا القيادة السياسية الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن هي تحاول أن تحافظ على المشروع الوطني بحدود دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. وبالتالي يعني أي مشروع سياسي آخر طبعا مصيره الفشل. وهذا طبعا ما طرحته القيادة السياسية بأنه قالت لا لصفقة القرن، لا لل 800 مليون دولار تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الفلسطيني، لا لإسرائيل التي تريد أن توقف عائدات الضرائب بسبب اللي هو تمويل أو صرف رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. هاي طبعا كثير من الأمور التي قالتها القيادة السياسية لا في وجه أعتى أو أكبر دولة بالعالم. ومن هان يعني أنا ممكن بالنسبة لحركة حماس ومطالبتها ب 15 مليون دولار لصرف بعض أو جزء بعض الرواتب لموظفيها، طبعا مشكلة كبيرة طبعا على المشروع السياسي الفلسطيني. يعني احنا السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية من يوم ما انشئت حتى هذه اللحظة ويتصرف على عوائل الشهداء والأسرى في كافة المراحل. هاي النقطة. النقطة الثانية، تصرف على قطاع غزة، تدفع ما يقرب من 96 مليون دولار لقطاع غزة من رواتب، من صحة، من تعليم، من كثير من هذه الأمور تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن هنا طبعا تحافظ على وحدة أو كينونة قطاع غزة خوفا من الانفصال. لكن من هنا طبعا حسب متابعة الأخبار اليوم أنه وفد حماس يتوجه القاهرة الأسبوع القادم برئاسة اللي هو السيد إسماعيل هنية، وأيضا الجهاد الإسلامي برئاسة أخونا اللي هو زياد النخالة. من هان يعني أنا بحب أوجه دعوة للإخوة بحركة حماس والجهاد الإسلامي.
الرئيس أبو مازن دعا لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية، وأنا بقول من ناحية التشريعية إنه خلصنا من ناحية التشريعية، لأنه الآن أصبحنا دولة مراقبة، وإن شاء الله في فترة قريبة نكون دولة دائمة في مجلس الأمن أو كامة العضوية في مجلس الأمن. يعني منظمة التحرير هي المسؤولة بالأول بالأساس، تشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة فصائلية، ومن هنا تأتي الدعوة لأن تكون هناك حكومة فصائلية، حكومة فصائلية من نعم. فصائل منظمة التحرير. طبعا كان اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس، واليوم طبعا اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بهذا الخصوص للقرار تكوين أو تشكيل حكومة فصائلية تضم طبعا كافة الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، وإن حركة حماس أو جهاز السلام انضمت لهذه الحكومة فطبعا فهو مرحب بها ولن تكون أمامها أي عائق. بالتالي يعني 15 مليون دولار ما بدنا 15 مليون دولار ولا 20 ولا 30 ولا 100 في سبيل إعاقة المشروع الوطني الفلسطيني. انضموا لهذا الشعب، انضموا لقرار هذا الشعب والاحتكام لهذا الشعب، وسوف تكون أمور واضحة أمام كافة يعني كافة الخيارات. طيب. ومن ثم يعني أنا بقول يعني مراقبة دولية، مراقبة إقليمية، مراقبة جامعة الدول العربية تشرف هذه الانتخابات، ومن يفوز في هذه الانتخابات يتفضل، وإن شاء الله طبعا تكون طبعا فوز في النهاية. يعني الشارع هو الذي سيحكم. نعم. لكن نعم. يجب أن يكون هناك قبول ممن يمسك بزمام الأمور على الأقل هنا في قطاع غزة بفكرة الانتخابات حتى يتم إجراءها. دكتور مازن صافي، تعقيبا على حديث الدكتور هشام أبو هاشم فيما يتعلق بحتى الاجتماعات اللجنة التنفيذية والمركزية تتحدث عن المصالحة برغم وصولها إلى ربما المربع المأزوم اليوم من تعطيل، إلا أنها حاضرة على طاولة النقاش. هناك رغبة واضحة في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والدولة الكاملة. يعني في لقاء السيد الرئيس أبو مازن مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الأخ حنا ناصر، هو أكد على أن إجراء الانتخابات بأي شكل كانت ضمن إطار ديمقراطي هو للحفاظ على وحدة الحال الفلسطيني واستعادة الوحدة الفلسطينية، وأيضا إعادة الصلاحيات، وإعادة أيضا إمكانية التوحيد الجغرافي الفلسطينية ومن ضمنها أيضا القدس. هذا الأمر يحتاج إلى أي إجراءات، ومنها زيارة الأخ حنا إلى غزة، وذلك لاستعراض موقف حركة حماس وباقي الفصائل من هذا الطرح، وخاصة بعد حل المجلس التشريعي. بالتالي اللجنة المركزية لحركة فتح وهي تنعقد اليوم سوف تركز أساسا على أهمية استمرار الجهود المصرية، وذلك لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستكمال ما تم في 2017. أيضا سوف تركز على إدانة للتدخل والتطبيع في الشأن الفلسطيني، وذلك لما له من انعكاسات سلبية على المشروع الوطني الفلسطيني. أيضا سوف ومن خلال توقعاتي سوف يتم استعراض للموقف والابتزاز الأمريكي الفاضح، والذي يرهن المال الأمريكي مقابل ابتزاز سياسي وموقف سياسي، وهو ما هو مرفوض فلسطينيا وترفضه حركة فتح. وأيضا قد عبر عنه الرئيس الفلسطيني بالرفض التام لذلك ومقاطعة سياسية لإدارة ترامب. أيضا احنا نتحدث عن التصعيد الحاصل الآن في السجون الإسرائيلية والاعتداءات وجرائم الحرب ضد هؤلاء الأسرى، وخاصة في معتقل عوفر والذي يضم قرابة 1200 فلسطيني، وقد أصيب قرابة 150 فلسطيني بالكثير من الإصابات، وأيضا من خلال إطلاق النار عليهم والمياه الساخنة والكدمات واحتجازهم ومنعهم من ممارسة حياتهم حتى تحت المعتقل وفرض عقوبات عليهم. وهذا أدى إلى فشل لقاء ممثلي الأسرى مع إدارة السجون. هذا الأمر كله باعتقادي سيكون على طاولة المجلس المركزي اليوم. أيضا مما يمكن أن يكون هو الحديث عن زيارة السيد الرئيس وترأسه لمجموعة 77 زائد الصين، لما لها من انعكاسات من خلال إمكانية طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين فوق الأراضي الفلسطينية. إذن دكتور يعني هناك تقدم سياسي فلسطيني. نعم. في المحافل الدولية حتى برغم هذا الظرف القاسي التي تعيشه القضية الفلسطينية.
نعم بكل تأكيد نحن نراهن على الكثير من العوامل التي تبقينا على هذه الأرض. أولا النجاح في المجتمع الدولي وموقف المجتمع الدولي الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية وضد التغول الأمريكي وضد السياسة الإسرائيلية. أيضا نحن نعتمد على صمود شعبنا فوق أرضه وأيضا مواجهة المشروع الصهيوني والذي يلتهم الأرض من خلال الاستيطان المستمر في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة وتهويد القدس. أيضا نحن نعتمد على قدرتنا الذاتية من خلال الكثير من البرامج التنموية والتي يمكن بها مواجهة حجب أمريكا ل 800 مليون أمريكي وما وصل بالأمس إلى أنها طلبت من بعض الجامعات الأمريكية على مستوى العالم إلى وقف تمويل الطلبة الفلسطينيين بعدما عملت إسرائيل على الطلب من الأونروا أيضا لما يسمى أسرى المدارس في مدينة القدس. هذا الأمر كله ينعكس على الإرادة الفلسطينية الصامدة والثابتة حتى اللحظة والتي لا يمكن إلا أن تتوج بإنهاء هذا الاحتلال. هذا هو الهدف الاستراتيجي والذي تبنى عليه كافة المواقف الفلسطينية والتي يجب أن يلتقي عليها جميع الفصائل الفلسطينية دون التغريد هنا أو هناك أو دون الانفصال بمواقف هنا هناك. هناك برنامج سياسي واضح لمنظمة التحرير الفلسطيني الفلسطينية. هذه المنظمة التي تحارب الآن أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إدارة ترامب. بالتالي لا يمكن لنا فلسطينيا إلا البقاء في مربع المصالحة والتمسك بالوحدة الوطنية والتئام الشامل الفلسطيني ووحدة المؤسسات وبذلك ننجو من هذا ما لا يقول إسرائيل. دكتور هشام أبو هاشم يعني مرفوض إسرائيليا الوحدة الوطنية مقبول استمرار الانقسام ولربما الانفصال إذا جاز التعبير. في إطار الرد الإسرائيلي هل هو مرتبط فعلا بما يصدر من غزة أم أنه يأتي في إطار الرد داخليا على الشارع الإسرائيلي وعلى المعارضة الإسرائيلية من قبل نتنياهو؟ يتحدث تارة عن عمليات درع الشمال ثم عن الجولان وعن الأنفاق ليعود إلى ملعب غزة الذي يعتبره على الأقل هو الخاسر الأضعف بالنسبة لعملياته إن أراد أن يبرع في القتل وفي انتهاك الدم الفلسطيني لصالحه في عمليات في العملية الانتخابية. برأيك هناك حديث أيضا عن عمليات قضايا الفساد مرتبطة بخسارة الليكود لمقاعد إذا ما تم توجيه اتهام؟ يعني معروف الساحة السياسية الإسرائيلية على مدار تاريخها تحاول أن تنجح على الدم الفلسطيني أو الدم العربي بالتحديد. ومن هنا طبعا جاءت تهديدات نتنياهو. نتنياهو الآن يعني هو رئيس الوزراء وبالتالي وزير الحرب يريد أن يثبت نفسه أنه هو من يجلب الأمل لإسرائيل. ألا يعني خليني أقول لك أستذكر في عام 96 عندما فاز أول مرة برئاسة الوزراء نتنياهو سكل اللي هو المجلس الأمن القومي لإسرائيل وهذا أول تشكيل له. بالتالي حط رئيسه صديق نتنياهو حسب يمرر بعض السياسات الأمنية لإسرائيل. الآن نتنياهو يتعامل بكافة الأمور بقضايا أمنية وبحنكة خليني أقول لك كيف للحصول على أو المحافظة على مقعده. الليكود طبعا هو يعني في الانتخابات حسب استطلاعات الرأي سواء نقص مقعدين زاد مقعدين هو طبعا أعلى المقاعد من ناحية الأحزاب الإسرائيلية. لكن هناك ما بعد الانتخابات الائتلافات داخل هذه الأحزاب. يعني غالبية الأحزاب الإسرائيلية لا تريد أن تأتلف مع اللي هو نتنياهو داخل اللي هو هذا الحكومة القادمة. وبالتالي هي من ناحية هذا نتنياهو خايف على نفسه بأنه لن يكون رئيس الوزراء في الولاية الخامسة اللي نسميها في بعد 3 شهور. ومن هنا طبعا بحاول أن يأتي للشمال فترة للجنوب فترة
للقدس، ايضا الاقتحام اليومي للمستوطنات داخل مسجد، للمستوطنين داخل المسجد الاقصى، بناء المستوطنات وداخل اراضي الضفه الغربيه والاستيلاء على الاراضي، هذا طبعا مهم جدا. ايضا الاسرى والقضيه الاهم في الشارع الفلسطيني الان، يحاول ان يحرك هذه القضيه، يحاول ان يكسب او يكسب عطف الشارع الاسرائيلي اللي هو المحافظه على مكانته السياسيه داخل اسرائيل. من هان طبعا احنا زي ما ذكرنا وذكروا الاخوه انه لا بديل عن الوحده الوطنيه الفلسطينيه، لا بديل عن المصالحه الفلسطينيه مع كافه الفصائل. يعني انا باعتراض انه يعني ما فيش فرق ما بين الوثيقه السياسيه لحماس اللي اصدرتها قبل سنتين عن اللي هو ميثاق منظمه التحرير الفلسطيني اللي يدعو لاقامه دوله فلسطينيه في حدود عام 67، وبالتالي ما العائق في اقامه هذه المصالحه، في ما العائق في اقامه هذه الحكومه او وحده الوطن وجغرافيه الوطن. ومنها طبعا اسرائيل تسعى دائما من فترة السبعينات وما تلاها للمحافظة أو المحافظة على فصل قطاع غزة، وهذا طبعا سبب انسحاب شارون من قطاع غزة، فصل قطاع غزة وإقامة دويلة في قطاع غزة. أما باقي اللي هو الوطن الضفة الغربية والقدس، طبعا القدس طبعا بعد اعتراف أمريكا بها عاصمة طبعا شطبت من المفاوضات، ومن هان طبعا أراضي الضفة الغربية تصادر كل يوم طبعا هذه الأراضي. يعني القيادة السياسية ماذا تريد أن تفعل؟ انقسام على الساحة السياسية الفلسطينية، معارضة من بعض الدول الإقليمية والدولية وخصوصا أمريكا وإسرائيل للقيادة السياسية الفلسطينية. لكن أنا برأيي حنكة هذه القيادة وحنكة الرئيس أبو مازن بأنه استطاع أن يجلب الاعتراف الدولي لدولة فلسطين كعضو مراقب، وإن شاء الله يستطيع أن يجلب طبعا اللي هو الاعتراف الدائم أو العضوية الدائمة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين، وأيضا رئاسته للمجموعة 77 زائد الصين. هي طبعا كان مشجع كثير لما هو قادم على الساحة السياسية الفلسطينية، وإن شاء الله طبعا تقوم الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوم دولة فلسطين على كامل تراثها. الغريب دكتور أن الإدراك بأن الوحدة الوطنية هو الحل، أن إنهاء الانقسام هو المنقذ للحالة الفلسطينية لفلسطين، لكن البوصلة ما زالت منحرفة لصالح من يعبث بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي سالت دونه الدماء. مع ذلك ستبقى القيادة الفلسطينية بإرادتها الصلبة واقفة في مواجهة كل من يحاول أن يعبث بهذا القرار، ولابد لليل هذا الانقسام أن ينتهي وأن تبزغ الشمس، كما كان يقول الشهيد الراحل ياسر عرفات: في نهاية النفق هناك أمل وهناك بصيص نور سيوصلنا إلى الدولة الفلسطينية، وسيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق كنائس القدس ومآذنها. اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أشكركما ضيفي في هذه الحلقة، دكتور هشام أبو هاشم المختص بالشأن الإسرائيلي، كذلك الدكتور مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول للدكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الناطق الإعلامي باسم الحركة في أوروبا والذي كان معنا عبر السكايب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، حتى ألقاكم تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.